السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة المرابطون، وتتابعون فيها انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لاتحاد الإذاعات الإسلامية بنواكشوط، ورئيس الاتحاد يدعو للتصدي للإلحاد الذي يواجه بعض البلدان الإسلامية. كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي تدعو إلى ضرورة العودة إلى طاولة الحوار وتجاوز الخلافات الشكلية بين الأطراف. مسؤول الإعلام بمسيرة الإحراطين يقول إن دعوات المقاطعة لن تثني الجماهير عن الخروج للمطالبة بحقوقها. وفي الرياضة تتابعون نجم المنتخب الوطني بسام إلى صفوف نادي شبيبة القبائل الجزائرية، وحوادث وإصابات بسباق مكشوط للدراجات الهوائية. أهلا بكم. دعا رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية محمد سالم والبوكا إلى العمل على مواجهة موجة الإلحاد التي تواجه بعض البلدان الإسلامية وما يستدعي ذلك من إبراز للصورة الناصعة للإسلام. جاءت دعوة والبوكا خلال كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر الثاني لاتحاد الإذاعات الإسلامية بالعاصمة نواكشوط. التفاصيل في سياق التقرير التالي. وسط مشاركة وفود ممثلة لعدد من البلدان العربية والإسلامية، انطلقت فعاليات المؤتمر الثاني لاتحاد الإذاعات الإسلامية في نواكشوط، مؤتمر يسعى من خلاله المشاركون إلى التباحث وتبادل الآراء بشأن القضايا المرتبطة بالدور المنوط بهذه الإذاعات لعبه. لقد قامت الإذاعات الإسلامية بجهود كبيرة للتصدي لحملات الإساءة المتكررة على الإسلام ومقدساته، وبصرت الناس بخطورتها، إلا أن دورها لا ينبغي أن ينحصر فقط في ردود الفعل وبيانات الإدانة والشجر، بل يجب أن يركز كذلك على الوقاية من الموجات الإلحادية التي تظهر هنا وهناك بالبلدان الإسلامية وغير الإسلامية. فالتطاول المتكرر على الإسلام ومقدساته بات يفرض على الإذاعات والقنوات الإسلامية دورا مضاعفا في مجال إنارة الرأي العام عبر إبراز الصورة الناصعة للإسلام غير المشوبة بشوائب الغلو والتطرف، وهو ما يستدعي حتما، يقول هؤلاء، محاولة تعزيز خدمات المؤسسات العاملة في هذا المجال. المدرسة الثانية التي نود أن نجتمع عليها ونبتدأ هي مدرسة القرآن الكريم تلاوة وترتيلا، تفسيرا وأحكاما، عطا بالنواجذ وخلقا كان خلقه القرآن. المدرسة الثالثة التي ندعوكم إلى أن نتدارسها بهذا المؤتمر وأن نعض عليها بالنواجذ مدرسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدوينا وعلوما. لقد آن للأمة أن تؤوب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحييها. سيتبادل المشاركون في هذا المؤتمر مختلف الرؤى والتجارب للإذاعات الإسلامية في بلدانهم، كما سيناقشون العراقيل والتحديات التي تواجه العالم الإسلامي، سبيلا إلى إيجاد الوصفة المناسبة التي من شأنها تطوير أداء هذه المؤسسات كي تساير واقع التطور والتغير الذي يحصل من حين لآخر. دعت كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي الأطراف المشاركة في الحوار السياسي إلى ضرورة العودة إلى طاولة الحوار من جديد وتجاوز الخلافات الشكلية من أجل التوصل إلى التوافق. وأشادت المعاهدة في بيان أصدرته بما سمتها الدعوات المتكررة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة للتمسك بالحوار والدعوة إلى الدخول فيه بجدية وصدق. قال مسؤول الإعلام بمسيرة ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة الحراطين عبيد المميجن إن دعوة مقاطعة المسيرة لن تثني الجماهير عن الخروج للمطالبة بحقوقها المهضومة. وأضاف المميجن بتصريح لقناة المرابطون إن المسيرة المزمع تنظيمها مساء الثلاثاء لا تمثل حزبا سياسيا معينا ولا يقودها شخص محدد، وإنما هي مسيرة جماهيرية تضم مختلف شرائح المجتمع. هذه المسيرة لا يقودها زيد ولا عمرو ولا حزب ولا تجمع ولا طائفة ولا توجه سياسي، هذه المسيرة تقودها الجماهير الصامتة والتي تأبى الظلم وتأبى الطغيان وتأبى العبودية وتأبى استمرار وضعها كمواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة. هم في النهاية المكونات الموريتانية المختلفة، وفي مقدمتهم الحراطين الذين ملوا انتظار تحقيق
إنجاز يتعلق بمساواتهم مع غيرهم المواطنين، سيكونون إن شاء الله غدا في هذه المسيرة إلى جانب باقي المكونات الموريتانية بيضا وزنوجا، وكذلك ستكون مسيرة بإذن الله مسيرة الوحدة الوطنية من أجل القضاء على العبودية ومن أجل إحقاق المواطن الكامل لكافة مكونات شعب الموريتاني. نظمت مجموعة نواكشوط الحضرية ورشة وطنية حول الصرف الصحي بالمناطق الهشة في نواكشوط، وتهدف هذه الورشة حسب القائمين عليها إلى دراسة مشروع مع جميع الفرقاء من عمد وعاملين في القطاع من أجل إيجاد حلول لمشكل الصرف الصحي في موريتانيا. هذه الورشة منظمة حول الصرف الصحي، وكما تعلمون أن الصرف الصحي مشكلة مطروحة بالنسبة لنواكشوط، جامعين هنا جميع الفرقاء المهتمين بهذا الميدان، إياك نعدل مشاورات حول الدراسات كاملة اللي قد تخلقوا في هذا الميدان، ونعدل منهم خلاصة تعتمد من المجموعة الحضرية. هذا هو الهدف الأساسي من هذا الورشة. من جهة أخرى، نظمت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي ورشة لنقاش ومراجعة تقرير سياسات الحماية الاجتماعية في موريتانيا بالتعاون مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وذلك بهدف العمل على تأهيل منظمات المجتمع المدني لكي يكون لها تأثير في السياسات الوطنية. هذه الورشة تدخل في إطار سلسلة ندوات وأعمال تقدمها تعدلها الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي، واليوم نحن بصدد نقاش ومراجعة تقرير حول السياسات الحماية الاجتماعية في موريتانيا. طبعا الورشة كما شاهدتم هي مجموعة من الأساتذة والأكاديميين يناقشوا التقرير الذي أعده خبراء هذه الشبكة. طبعا الهدف الأساسي من هذا التقرير هو العمل على تأهيل منظمات المجتمع المدني لكي يكون لها تأثير في السياسات والشأن العام. ما زالت مسيرة العائدين تواصل طريقها راجلة نحو العاصمة نواكشوط، وكانت انطلقت قبل يومين من مقاطعة بوغا باتجاه قصر الرئاسة لطرح مجموعة من المشاكل من بينها ما سمته الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. تفاصيل أوفا عن هذه المسيرة في سياق التقرير التالي. تواصل قافلة المبعدين ليلا مسيرها قادمة من 5 ولايات موريتانية، وهي تدخل يومها الثاني سيرا على الأقدام، وقد انطلقت من مقاطعة بوغي متوجهة إلى العاصمة نواكشوط. يحضر نسوة القافلة ما تيسر من الطعام للرجال والأطفال بعد مسيرة يوم كامل على الأقدام، فيما يواصل الرجال وبعض الشباب التأصيل لمشكل انتمائهم إلى وطن لا يثبت بالأوراق الرسمية انتمائهم إليه. يقولون إن الرسائل والطلبات المتكررة للجهات المعنية لم يجدوا لها أي رجع صدى، فخرجوا في سبيل نيل الحقوق. نحن اليوم بنا أن نعدل رواي بأن حقوقنا ما أجبرناها، وتركتنا كان يقرأوا وقيماتات لا يقرأوا، والساعة مولي جاب أنه مولي لا كيف شيء وزرق مدته وخلى شيء كامل، قال أنه لا أدروها ما في شيء أدروها لنا، وتركتنا خطروا قرايته ما تاتر قرأوا ما جابروا مولي قراي مولي قراي قريها المولي تركتنا مولي. استصدار الأوراق الثبوتية والتسجيل ضمن السجل المدني الموريتاني والحق في التعليم هي مجموعة مطالب ضمن أخرى يرونها ملحة، بل هي كما يقولون مبررات خرجتهم نحو الرئيس والعبد العزيز. خلقت لي حساب يود وارك 6 سنوات، خالد نشي من أولادنا والله رجال كبار ما فاتح حساب، ذاك مولي عندنا مشكلة مولي خاطرين مولي الحكومة مولي نحن ما فينا حسين مولي يعود مولي يعود رواقز مولي واقفين للهمية يصلحوه يسووه. نقطة ثانية شيء قالهم اللي تعويض الممتلكات، تعويض الممتلكات خالق فيه اللي عدل فيه رئيس الجمهورية شاكرين الناس غير مولي مازال أجزاء مولي ما فاتوصلوا، شيء قالوا الرعيان، شيء قالوا الحريثة، شيء قالوا الأقراية مولي سيفته مولي نختير مولي يقووها مولي. تحمل مبادرة العائدين مجموعة من المطالب تتمثل في دمجها اقتصاديا وحصولها على وثائقها المدنية الموريتانية في وقت تقول فيه إن اتفاق العائدين عام 2008 لم يفي بهذه العهود. محمد الدد، قناة المرابطون، ولاية البراكنة. نظمت وحدة المعارف للدراسات التاريخية الاجتماعية ونشر التراث بالتعاون مع شعبة ماستر التاريخ بجامعة نواكشوط ندوة علمية تحت عنوان موريتانيا من سنة 1960 إلى سنة 2013 بين الرهانات والآفاق. وقد ركز المحاضرون في الندوة على الحديث عن واقع موريتانيا خلال 53 عاما الماضية. في حين سجلت الدولة في عهده تقدما لافتا في مجال الحكامة الرشيدة وحرية التعبير وحقوق الإنسان وفي العلاقات الدولية من خلال ربطها من جديد بمحيطها العربي والإفريقي والدولي،
أيها السادة والسيدات، إن الشعوب العظيمة هي تلك التي استطاعت أن تستفيد من ماضيها التاريخي وإرثها الحضاري لصناعة حاضرها ومن حاضرها لبناء مستقبلها. ومن هنا فإن كتابة تاريخ الدولة الوطنية بما يحمله من دلالات عميقة أصبح اليوم من أولويات البحث العلمي بالنسبة للجامعة. أعلنت مبادرة أطور التعليم بحفل نظمته بنواكشوط دعمها ومساندتها لترشح الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز لمأمورية رئاسية ثانية. وأشادت رئيسة المبادرة فضيلة منت الشيغر بما قالت إنها إنجازات كبيرة حققها الرئيس الموريتاني خلال مأموريته الحالية، خصوصا منها ما يتعلق بقطاعي التهذيب والتعليم. نعلن نحن أطور التعليم دعمنا اللامشروط وتأييدنا المطلق لإعادة ترشيح السيد محمد عبد العزيز قائد هذه النهضة التي تجلت في كل مناحي الحياة. وتأييدنا المطلق لإعادة ترشيح السيد محمد عبد العزيز قائد هذه النهضة التي تجلت في كل مناحي الحياة الوطنية. وليس ما تحقق على مستوى قطاع التهذيب الذي نحن شهود من أهله إلا إحدى تجلياتها. نظمت مجموعة من الوكالات العاملة في مجال الحج والعمرة والسياحة في موريتانيا أمسية تطلق على نفسها مبادرة الفوز، وذلك لإعلان دعمها وترشيحها الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز. الأمسية شارك فيها العشرات من أعضاء المبادرة، عرفت حضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي لحزب الاتحاد من أجل جمهورية الحاكم. احنا الفاعلين في مجال الحج والعمرة مجموعة من الشركات ما يناهز 200 شركة وداعمين توجهات وبرنامج السيد رئيس الجمهورية نتيجة للإنجازات اللي تحققت في ظل الفترة المأمورية اللي لا هي تنتهى ما هي باطية، لذلك داعمينه ومرشحينه طالبين من ترشح لمنضة ثانية. إياك يتحقق أكثر على المستوى الوطني إنجازات ملموسة، مجال الصحة، طرق، مياه، كهرباء، إلى ما شابه ذلك. تظاهر عدد من العمال غير الدائمين المسرحين من الشركة الوطنية للكهرباء سوماليك أمام القصر الرئاسي مطالبين الرئيس الموريتاني محمد العبد العزيز بحل مشكلتهم المتمثلة في الفصل التعسفي من العمل على حد قولهم. كيف العمال كاملين اللي يشتغلوا معاهم ما تلاقوا يصعونا؟ كيف صوال الكلاب؟ هاو اللي ندوروا ما ادري على ان هاو العمال عندي اللي كلهم 30 15 20 سنه هاو الناس عند اعتبار ما يتم لا يعودوا لا كل النهار يصعون مره يرجعوهم ما ادري اظنك ما يخلصون عقبه كامل ما يخلصون العمال اللي يصعون ما يخلصوهم ويقبلوهم ويعدلوا بهم شغلتهم لين يفوتوا يعدلوا بهم شغلتهم يصعوهم يقبلوا واحدين اخرين يقبلوهم في بلدهم. دائما في سياق الاحتجاجات امام القصر الرئاسي تظاهرت مجموعه من سكان حي الورف المتضررين من بقايا الحريق الماضي مرددين بعض الشعارات المطالبه بضروره الوفاء بالتعهدات التي تعهد لهم بها الرئيس محمد العبد العزيز. قفهم كامل سكان ورف واللي جايبنا لا قطاع ارضيه نجبروه، فتنا جايين 4 مرات ولا 5 والجهات المعنيه ما عدلوا لنا شي اللي فات قال لنا نقيسهم وقسناهم. خذنا على طريق السلميه كامله اللي الله ناخذ من عند الحاكم للوالي ولا احمد دامو الوزير الاسكان كامل خذنا عليه ولا فات طرا فينا شيء اسوء وشنو، واحنا متاثرين ومتدمرين بين هذه الشرايك اللي فيهم السم وفيهم ذا كامل كل حد يعرف، ودارك طالبين من الرئيس الجمهوريه هذه قطاع ارضيه اللي عندنا فيها الحق يعطيها لنا بين اللي تعابوا وافتاروا واولادنا مرضوا واحنا مرضى. كما تظاهر عدد من عمال بعض المستشفيات العمومية في وقفة أمام القصر الرئاسي متحدثين عن ظروفهم الحالية التي يصفونها بالظلم. من الأطباء لنا اللي 30 سنة واللي معرمين فيها اللي في سيزيان فيها اللي في سانكان فيها اللي في كل بلايدة في لوبيتال احنا متكلمين عن جميع الناس. سمعت اللي له 30 سنة واللي قالنا اللي له شرع ما متعرضين للأمراض ومتعرضين لكل شيء من يبون وفلات ظلونا مسحونا صقروا ومبالوا سمعت نعدلوا كل شيء ندوروا نور اسماء نور اسماء والله نجبروا حقوق نعودوا كي الخلق كاملين ما لنا بابين عن شيء ما ندوروا الشهادات ندوروا يعملنا بلانتوهات ندوروا عندنا نشتغلوا نجبروا الشيء
ولا نعودوا لا نمشوا ما عندنا سبله ما فيش. رياضيا، في هذه النشره تصدر خبر انتقال نجم المنتخب الوطني ونادي الاكسر مولاي احمد خليل الملقب بسام عناوين الصحف الرياضيه الافريقيه الصادره اليوم. واكدت صحيفه موري فوت الناطقه بالفرنسيه ان اللاعب قد توصل الى اتفاق مبدئي بموجبه سينتقل الى صفوف نادي شبيبه القبائل الجزائري. جدير بالذكر أن نادي شبيبة القبائل يحتل المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق 14 نقطة عن المتصدر، ويعتبر من بين الأندية القوية في الدوري الجزائري. انطلق سباق موشوط للدرجات الهوائية والذي تشارك فيه ثلاث دول هي موريتانيا والمغرب والسنغال، وقد شهد السباق بعض حوادث السير التي خلفت بعض الجروح مما أثار بعض نقاط الاستفهام حول طريقة التنظيم. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. سباق موشوط للدرجة الهوائية جمع بين ثلاثة دول هي موريتانيا، السنغال، المغرب. شارك فيه 42 متسابقا، وكان نصيب الأسد للبلد المنظم موريتانيا، وظهروا بأحذية وبدراجات كانت دون مستوى أحذية الخصم ودراجاتهم الهوائية. تم غلق الطرق من بعض رجال الأمن وبعض رجالات أمن الطرق من أجل سلامة الدراجين والحفاظ على حياتهم، فأعطيت إشارة البداية فانطلق المتسابقون. بعد ذلك بدقائق بدأ بعض المارة يقطعون الطريق، وبعض السيارات بدورها تسلك نفس الطريق، مما ينبئ بحدوث ما لا تحمد عقباه. والكتاب أحيانا يعرف مضمونه من خلال عنوانه، وحركة النقل في موريتانيا تخبرك في كل لحظة بأن الفوضوية هي عنوانها الأبرز، فلا غرابة إن سلكت السيارة طريقا مغايرا ولو كان مطوقا من كل المنافذ. صدقت تلك التنبؤات، وحدث الصدام بين أحد الدراجين والسيارة دخلت بالخطأ وفي المكان الخطأ، فكانت هذه هي النتيجة. واصل الدراجون في سباقهم حتى آخر المنعطفات، حيث فاز دراج مغربي بالمركز الأول، وبدل أن يجد في استقباله الورود والزغاريت بعد أن عبر الخط النهائي، تصادم مع الشرطي الذي كان يحرص على تأمين هذا السباق، فخلف الحادث بعض الإصابات الطفيفة للدراج المغربي، والشرطي نجا من الحادث واستعاد بعض من قواه بعد الحادثة بدقائق. بعد ذلك تقدم الفائزون إلى منصة التتويج، تم تسليم الجوائز، حيث كانت المراكز الثلاثة الأولى حكرا على المغرب والسنغال، واكتفى ممثل أهل الدار بالسلامة والعافية، فرب ضارة نافعة، وأن تصل متأخرا بسلامة خير لك ألف مرة من أن لا تصل. هذا وقد أدلى رئيس الاتحادية الوطنية للدرجات الهوائية عبد الرحمن العثمان بعد نهاية السباق بتصريح قال فيه: هذه التظاهرة شفت اليوم تدخل في إطار برنامج اللي وضعت الاتحادية الموريتانية سباق الدراجات، واللي شاركت يامس في سباق المعدل طواف أطار، وهذا مولي معدل ياك عودة بانا اليوم مشاركة من إخوة في المملكة العربية وجمهورية السنغال. الهدف من مشاركتهم انهم يحفزوا العدائين اياك نقدوا نحن منافسه حقيقيه نعرفوا منهم الدراجين المستقبلين نقدوا نتعولوا عليهم في التكوين، ياك ناخذوا منهم فريق وطني للدراجين انتم مشاركوا به ان شاء الله مستقبلا في جميع المناسبات الدوليه. الى هنا مشاهدينا الكرام نصل لنهايه هذه النشره، وقد تابعتم فيها انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني لاتحاد الاذاعات الاسلاميه بنواكشوط، ورئيس الاتحاد يدعو للتصدي للالحاد الذي يواجه بعض البلدان الاسلاميه. كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي تدعو إلى ضرورة العودة إلى طاولة الحوار وتجاوز الخلافات الشكلية بين الأطراف. مسؤول الإعلام بمسيرة الإحراطين يقول إن دعوات المقاطعة لن تثني الجماهير عن الخروج للمطالبة بحقوقها. وفي الرياضة تابعتم نجم المنتخب الوطني بسام إلى صفوف نادي شبيبة القبائل الجزائرية وحوادث وإصابات لسباق موشوط للدرجات الهوائية. بإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة بثنا الحي على موقعنا الإلكتروني المرابطون.com. في أمان الله.